اخوان محمد، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. جيت ان شاء الله ثاني كالعاده نقرا لكم شويه مهم بالنسبه للاخبار اللي كاينه اليوم، اخر الاخبار اللي كاينه اليوم بالخصوص في اسبانيا. كما كتشوفوا مثلا كاتالونيا سجلت اليوم 706 ديال الحالات الجديده مؤكده بهذا الوباء من بعد ما داروا لهم التحاليل ديال البي سي ار. المهم في 24 ساعه كما قلت 706 ديال الحالات مؤكده في كاتالونيا في 24 ساعه الاخيره. هنا مثلا كيقولوا بان المهم فرنسا كذلك، شوفوا شويه ديال التفاصيل، فرنسا عاوتاني كذلك كتنصح المواطنين ديالها انهم ما يزوروش كذلك اراغون من بعد ما كانوا كينصحوا المواطنين ديالهم انهم ما يزوروش كاتالونيا. دابا كذلك اراغون حتى هي فرنسا كتنصح المواطنين ديالها انهم ما يزوروش المنطقه ديال اراغون. وكما كنعرفوا دابا ان اراغون هي بصراحه اكبر منطقه في اوروبا كامله اللي فيها اكبر عدد من حالات الاصابه بهذا الوباء هذا. باش المهم كينصح المواطنين ديالهم انهم يديروا التحليل بالبي سي ار عندما يرجعوا من هذه المناطق ديال الخطر اللي هي كاتالونيا واراغون. فرنسا كتنصح المواطنين ديالها بعدم زياره المنطقه ديال اراغون بسبب الوضعيه الوبائيه تما في اراغون. يعني المهم هي اللي هي دابا ثاني منطقه اسبانيه اللي فيها اكبر عدد ديال الاصابات الى جانب كاتالونيا. نشوفوا عاوتاني المهم كاستيا اي ليون كونفينا اراندا ويرو دورانتي 14 دياس اور لوس ريبروتيس. وكاستيا اي ليون المهم يعني دارت عاوتاني راه دارت وضعت اراندا ويرو في راه الحجر الصحي، عاوتاني وضعتها في الحجر الصحي لمده اسبوعين بسبب هذا البؤر الكثيره اللي كاين تما. هنا مثلا المهم بالنسبه للناس اللي كيتذكروا واحد القضيه كانت قضيه راي عام هنا في اسبانيا كلها كنظن السنه الماضيه اللي كانت وقعت اثناء ديك المهرجان اللي كيديروه في بامبلونا. المهم كانوا واحد خمسه ديال الاولاد من سيفيا كانوا اغتصبوا واحد البنت تما. المهم دابا كيقولوا بان زعما هذيك المصور ديك الشخص اللي كان حاط الصوره ديال الضحيه في تويتر، المهم في اخر الامر ما غاديش يمشي للحبس كيقولوا، لان ما غاديش يتعاقب. نزيدو نشوفو. المهم وبالنسبه لهيروشيما اليوم كي التاريخ يعني او الذكرى 75 لهذاك الهجوم بالقنبله الذريه على هيروشيما في اليابان. وواحد المأوى ديال العجزه ديال الناس كبار في مدريد جبروا فيه، المهم كاينه فيه 47 حاله مؤكده واحد المأوى كما قلت ديال العجزه في مدريد. وكاستيا ليون المهم فيها واحد الارتفاع كبير في حالات الاصابه 191 حاله، 64 حاله اكثر من نهار البارح في 24 يعني في 24 ساعه تسجلت 191 حاله بزياده ديال 64 حاله مقارنه مع نهار البارح كما قلت. والثمن ديال الذهب مثلا كما كنشوفوا هنايا ارتفع واحد الارتفاع صاروخي بسبب تخوف من المستقبل بسبب هذا الوباء هذا. عاوتاني كاينه واحد الموجه ديال الحراره عاوتاني هاد الايام هادي في 38 ديال البروفينسيوس على حسب ما كيقولوا. كاتالونيا طرا نوتي في كورسون ولا كل كلاب ولا مصاري ولا مصاري سوني ما باش اللي كاين كنظن. المهم هادي اهم الاخبار كنظن اللي جات هاد النهار ديال اليوم الاخوان. نزيد نشوف الا كاين باقي شي وفي استراليا مثلا في ملبورن كاينه حالة
كاين حالات المهم كما كنعرفوا ان تما عاوتاني كاين حالات يعني وضعنا في الحجر الصحي مدينه ملبورن في استراليا، والسكان تما والمواطنين كيتحداو ديك كيتحداو هذاك الحجر الصحي او كيرفضوه. فبالنسبة لنيويورك كيديروا حواجز باش يقدروا يراقبوا الدخول ديال المسافرين الى المدينة، علاش نيويورك كما كنعرفوا الى جانب فلوريدا في امريكا هي من هي الى جانب فلوريدا كما قلت من اكبر الولايات المتضررة واللي كتشهد اكبر عدد من الاصابات والوفيات بسبب هذا الوباء هذا. هادشي اللي كان الاخوان، هذه اهم الاخبار اللي جات اليوم في الصحف الاسبانيه، ومن ان شاء الله لكاين شي اخبار جديده عاد نوفيكم بها. على اي حال تحياتي للاخوان، شكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله.